انتم تسمعوا في برمجة خاصة بلقاء تونس وافريقيا الجنوبية على اي فام احلى راديو. أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بالجميع. تونس تغادر كان البعض يعتبرها نتيجة مفاجئة والبعض يعتبرها منتظرة ومنطقية وعادية. شخصيا نخلي الرأي الروحي ونأخذ آراء المحللين الفنيين. دونك صفر فوز، زوز تعادلات وهزيمة، سجلنا هدف وحيد في ثلاثة مباريات، ورسميا تونس تغادر كأس إفريقيا للأمم. فاجئتك النتيجة ذي أو المغادرة ذي على بكري؟ نجم نصنفوها، نعتبره رويحنا زعمة سمير توينا هاني مش نبدأ نعمل في الليروني ونحاول نشد لساني معناتها على قد ما النجم. هل نجم نعتبره رويحنا في خانة الفرق التي غادرت الكان مبكرا وصارت لها المفاجأة كيما المغرب وكيما الكوديفوار معناتها؟ وإلا لو كانت رشحنا كنا نحن نعمل المفاجأة لو كانت رشحنا، وين نجم نصنفوا الخروج متاعنا ذي؟ علاش أنا شخصيا منيش متفاجئ عادي معناتها، منيش متغشش، منيش متفاجئ، لاني فرحان لاني متفاجئ لاني حتى شيء عادي معناتها. فمش أنا تا دام بالنسبة لي أنا شخصيا كمواطن تونس منيش منتظرها عادية، ما أنت ما استنيتش لبش نرفع جنوب أفريقيا لبش نعمل رياكسيون كونتر مالي وكه، ما أنت هذاك هو واضح. قبل الكوب دافريك كان قلت لي باش تخرج تونس من الدور الأول وفي المرتبة الأخيرة، نقول لك لا واش تحكي، نقول لك فريقنا كان في المونديال شبيك، من المفروض في المجموعة هذه نكون احنا في المرتبة الأولى، وحكينا لهنا وقلنا باش من نتنقلوش لملعب اخر ونقعدوا في المكان نتاعنا، لازم نكونوا متصدرين المجموعه هذه. كيف نشوفوا المنتخبات اللي خرجت، تحكي على الجزائر، الجزائر قدمت ما عليها في كل مبارياتها، فما فرص ضايعه، اخطاء في الدفاع لكن لعبت بروح. تحب تحكي على الكوت ديفوار؟ نفس الشيء، كوت ديفوار ربحت ماتش في ثلاثة مباريات نتاعها، فما فرص كبيره ضاعت. المنتخب التونسي كان تجي تشوف باش نمشيو لبخوش، سامحني خاطر عنده جلال القادري محمد دادي. بخوش هذا سالم، مساء الخير. نسمع جلال القادري. المباراه الاولى خلات اثر كبير في المجموعه، حاولنا نتركوها في المباراه الثانيه، قدمنا مردود محترم جدا. اليوم يظهر لي الشوط الاول امتلكنا الكوره، حاولنا ننوعه في النشاط الهجومي تاعنا، ما كناش موفقين، خلقنا ثلاث اربع فرص، قمنا في الشوط الثاني قمنا بالتغييرات الهجوميه اللازمه، كل الحلول اللي كانت ممكنه حاولنا نجربوها، خلقنا بعض المحاولات بعض الفرص، لقينا فريق منظم. مرة أخرى من الجانب الهجومي نعرف للمنتخب التونسي عندنا فترة على مستوى الفاعلية، على مستوى السرعة في التقديم، المتر الأخيرة كانت عندنا بعض المشاكل، اليوم ما نجمناش نتجاوزوا المنافس هذا، رغم على الأقل على مستوى المردود تحسننا، على مستوى الروح المجموعة كانت أحلى تعمل رد الفعل، قدر الله ما شاء فعل، حملوا مسؤولياتنا، نعتذر مرة أخرى بصريح العبارة للجماهيرنا للشعب التونسي على خاطر ما كانتش هذه طموحاتهم، لكن هذه كرة قدم اجتهدنا ما كناش موفقين. نزيد معنا جلال القادري، نسمع سؤال من زميلنا، نسمع زميلنا سؤال من زميلنا أحمد عدالة. مباراة نزيد معنا غير واحد من السيك اللي طاح اليوم اللي هو الكان، تعتقد باش نكون معنا ايجابي في السؤال، هل تعتقد كون مرحلة جلال قادر مع المنتخب الوطني انتهت؟ فيك بعد كان مرحلة أولى مرشحنا، كان الهدف نتاعنا دور نصف نهائي، ما كناش موفقين، ما نجحناش فيه، حملوا مسؤولياتنا، جلال قادر عقده ينتهي نهاية الكان هذه بطبيعته، مرحلة جلال قادر انتهت، هذا ما نحبش نصرح به هوني احترام للمكتب الجامعي، لكن بالنسبه لي واضح، نحترم العقود ونحترم المكتب الجامعي ونحترم الجامعه توصيل كره القدم، هذه اشياء تتناقش في الداخل، لكن ليكن جلال القادر يتحمل مسؤوليته ويعرف كيفاش يتحدث. لكن جلال القادر مازال نقعد في الكونفرنس دو بريس ما بعد المباراه، في انتظار في انتظار في انتظار. تسمع فيا ايمن؟ معاك هذه تقريبا كان إجابة جلال القادري واضحة، نسمع مثلا جلال القادري. عقد ينتهي ومن احتياج جلالة في تونس واحتراما للشعب التونسي، ألم يكن للأجل أنك قدم استقالتك الآن وكل الإعلام تسمع فيك، هذا على الأقل لحفظ ماء الوجه واحتراما للشعب التونسي. شكرا.
انا جاوبت على السؤال هذا اللي ما نجمش نعاود نجاوبك، قلت لك انا نحترم النص الجامعي والقرارات هذه احتراما للشعب التونسي ما نعنوهوني، لكن قراري واضح وتوقفت على حكي على خير. وقلت لك راه عقدي ينتهي مع الجامعه التونسيه لكرة القدم مع نهايه الثانيه. ما زلنا في انتظار نحاول ناخذ الكلمه انا باش نعطي سؤال للجلال القادري. سمعتوا جلال القادري يا ايمن في انتظار يعني تصريحات نحاول نمشي الزون. لولوي عندك هادي بخوش لولوي عندك. نذكروا انه حاليا نحن في رابط مباشر من ندوة صحفية. لكن جلال القادري ايمن في انتظار يعني نمشي مازال كيفاش كان تحبوا تسمعوا معنا جلال القادري. اي ماذا بينا اذا كان نسمع قد ما نجموا على الجلال القادري باش نجموا نعلقوا بالكذا بالكذا. واضح هادي نعم في الكلاش قاعدين نمتلكوا احنا معناتها البوزيسيون ديالنا ولو ما تعنيش برشا حاجات. شفنا دي زاكسيون اللي صاروا دي اوتوماتيزم على اليمين على اليسار، حاولنا اونكري دي ديكلاش، لقينا منافس منظم دفاعي، طلقنا بعض المحاولات ما كناش موفقين. هذا هو معناتها على المستوى الهجومي. من الناحيه البدنيه انا كنت صرحت من بدايه الدوره اللي عندنا بعض مشاكل منذ قدوم اللاعبين. طون جو نتاع اللاعبين نتاعنا كل تقريبا 70-80% ماناش احنا مسؤولين عليه. اللاعبين فقدوا برشا معناتها اوقات اللعب في النوادي تاعهم، هذا مشكل علينا منه. في دورات اخرى كنا يكون الجاهزيه البدنيه افضل من هكا، كنا افضل من هكا في المردود نتاعنا. لكن جلال القادري في انتظار نمشي نحاولوا ناخذوا ثلاث تصريحات من عند بعض اللاعبين. شوفوا خيبه كما سمعنا جلال القادري تقريبا اعلن عن انسحابه من المنتخب الوطني التونسي بما انه قال انه عقده ينتهي مع نهايه كاس افريقيا. يعطيك الصحه محمد لادي بخوش، نكتفي بهذا القدر في الندوه الصحفيه. الخط يبقى مفتوح عندك باش تكون موجود في اللازم ميكس بالتصريحات اللاعبين. مهم جدا زاد نسمع اللاعبين اونتري تون. دونك سامحني سمير كنا قاسين على كلمتك، ثم عندنا ما نحكي في الكلام اللي قال بوم فما حد شيء قالهم جلال القادري باعتبار انه اعلن رسميا وانديريكتومون انه باش يروح لتونس وسيقال اعلان عن القطيع مع جلال القادري. مين با القطيع خاطر ساعة المعلومه اليوم عرفنا انه هي تعقده في الكان هذي اليوم. ما هو عقد اهداف الهدف في العقد نتاعو هو نصف النهائي كيما صرحوا فوالا. دونك يخرج من الدور الاول اوتوماتيكمون العقد نتاعو انتهى. العقد نتاعو انتهى. لكن انا مستغرب يقول مردود محترم امام المالي. ماريتش مردود محترم خاصه في الجانب الهجومي. انت مطالب انك تسجل اهداف بعد خيبه امل كبيره نتاع ناميبيا، قلنا ميسيرش تعديت. محترم وين؟ محترم خرجت بتعادل وعملت فرصتين مع المالي، فرصة أولى وفرصة تسجل منها هدف، واليوم تلعب ماتش حياة أو موت يلزمك تربح. خلقت فرصة وحيدة فقط تقريبا وبعض المحاولات، فرصة بتاع جويني اللي بالراس وبعض المحاولات لا أكثر ولا أقل. تكلم على الديكالاج، ما ريتش فما ديكالاج، حاولنا على اليمين وعلى اليسار ما فماش محاولات على اليمين وعلى اليسار. هذا الكل كأني به يتكلم على ماتش راه هو فقط. والنقطة الأخطر قال أنه الجانب البدني والملاعبية ناقصين طون جو وهذه ماهيش مسؤوليتنا نحن، يقصد في النوادي. هي ما الملاعبيه ناقصين طون دو جو ما تعيط لهمش، عيط للملاعبيه اللي عندهم اوقات لعب وفي فورما. عندك 57 لاعب ليستي لاغجيم تاع الفيفا ولا 55 لاعب، تعيط للملاعبيه الجاهزين. سامحني خويا هذه مسؤوليتك انت، مع احترامي. قبل كان الملاعبيه اللي ناقصين طون دو جو هو بيدو مش قال سيد جلال القادري انه عملنا بروجرام اديكوا للملاعبيه اللي ناقصين باش الناس الكل ولات توا في نفس الفورما. وبعد مباراتي راس الاخضر وموريتاني اللي تبر باي ذا واي ترشحوا هما زوزو ونحن خرجنا عملنا دي ماتش اميكو، بعد المباراتين قال وصلنا للاهداف نتاعنا وخير من الاهداف نتاعنا. توا يا اخي يا صديقي يا جلال القادري انا ديما نحبوك كنا
نحترمك انت علاش هكا الكلام هكا، ومن بعد يصير العكس، ومن بعد كي نخسروا تقول ما كانتش عندهم الجاهزيه. انت كيما ما كانتش عندهم الجاهزيه، علاش قبل كان تمني فينا تقول لنا وصلنا لاهدافنا؟ بل الاهداف اللي انت رسمتها اهداف لا ترتقي للمستوى المطلوب، والا انت كان تحقيق الاهداف نتاعك طلع غلط في حد ذاته. مالاش تو علاش التبريرات هذه يا اخي؟ علاش التبريرات هذه؟ احنا نتكلموا على مدرب المنتخب الوطني مش شخص جلال القادر، علاش تتكلم بالطريقه هذيك؟ ثم انت تهاوى قل حاجه الجزيري اللي كان بعيد على الليستا جمله واحده ماكش تخمم فيه جمله واحده في ماتش مصيري اليوم تيتولير وامال تونس كل اللي هو تراك يا جلال غلط في برشا حاجات، راك غلط في برشا حاجات، يلزم نتكلموا بالمنطق هذايا. انا نعرف في الكوره فما مفاجآت، وكيما جبد هو قال الارجنتين خسرت في الماتش الاولاني ومن بعد هزت الكوب دي موند، تي ما هكا ولا قال، نعرف انه فما مفاجآت. انا نحب والشعب التونسي والناس تحب تتفرج في منتخب يلعب بروح. هو تكلم اليوم قال الملاعبيه أعطاه كل ما عندهم، ما عطاوش كل ما عندهم سامحني، كان عطاو كل ما عندهم، راهو الفرص موجوده، راهي المحاولات موجوده، راهو عشنا سسبانس كبير. احنا من دقيقه 70 ايسنا، من دقيقه 75 ما عادش حابوا نتفرجوا فيه على الماتش. على اساس قبل دقيقه 75 كنا نلعب وبعد ايسنا في دقيقه 75 ما كان فما شيء. هو دقيقه 75 زدنا كاكاو صحيت يعني. احنا على الاقل قلت انا في دقيقه 70 باش يقوم ببعض التغييرات ويتحسن المرتقب، انت مارينا حتى شيء. دوك على شنو يفسر لنا؟ على شنو يحكي لنا؟ بالله اسمعني، ربي في الوجود وربي في الدنيا، ها نقول لك الرسمي، كي يبدا فما ظلم في الحياه هذه وفما معاملات وفما استثناءات وفما الاسامي تدخل بالتوصيه وبالواحد، راهو ربي ما يباركش في الحكايه هذه. مالوروزمون ناس تحب كي تدخل لك البيرسونال تعمل سي في، تعمل سي في باش تخدم به من بعد، غدوه جلال القادر يستقيل، بعد غدوه يلقى روحه في الخليج ولا في بلاصه اخرى. هو ما عنده مخسر، طبعت في السي في نتاعو، طبعت ليكيب ناسيونال، وطبعت كاس عالم وزوز كؤوس افريقيه، طبعوا حتى في السي في نتاعو. امانه كمواطن تونسي ما ربحت حتى شيء، وما نلومش عليه هو فقط، اللوم على اللي حطوه، اللوم على اللي حطوه، الناس اللي جابوه بالصدفه مدرب رابع، ومن بعد دخل بقدره قادر ولا مدرب اول، ودزت معاه الواحد وكذا وخدموا له باش هذا كله نعرفوه، لكن في المقابل يا اخي حبيت نتفرج في منتخب تونسي يشرف هالبلاد هذيا. انا ما طلبتش تربح، طلبت تلعب بروح وقتاليه. علاش انا والاخيان لهنا نتفرجوا على اعصابنا والشعب التونسي الكل نتصور يتفرج على اعصابه، وانت غاديك ما لقيتش حتى حلول باش تلقى هنا فوق التيران؟ مش باش نسالك سؤال مش طبش جاب علي خاطرش نخرجوا بوب، مش هل لانه فاقد شيء لا يعطيه؟ هل عنده ما يعطي جلال القادري وما نجمش يعطيه، والا هو يفقد ايه؟ هاو اخويا ما عرفت حاجه، جاوبني عليها بعد الفاصل، جاوبني عليها. خلينا ناخذ نعطيك الكلمه لوجدي ابو عز. اي به يا عز، فاصل وراجعين. انتم تسمعوا في برمجه خاصه بلقاء تونس وافريقيا الجنوبيه على اي اف ام احلى راديو. مساء الخير، مرحبا من جديد. اذا جلال القادري قبيله شويه اعلن في الندوه الصحفيه انه نهايه عقده تنتهي، العقد نتاعو ينتهي بنهايه الكان الحاليه، وبالتالي نجم نعتبره انه جلال القادري رسميا اليوم اخر مباراه ليه مع المنتخب الوطني التونسي في انتظار العوده الى ارض الوطن والمحاسبه والتقييم اللي يا ودي. انا تقييم يا زلمه قدكش متفائل يا خويا انت؟ تقييم تاع شنو عايش خويا؟ تقييم باش نسالوهم تقييم الكوب دافريك تاع ولد عمني والكوب دي موند والكوب دي موند والدنيا خلطت عليها كوب دافريك واحد اخر ولا صار حتى البارح فما كلمتين في تونس ولا نسيت كلمه زايد البروجي سبورتيف بروجي سبورتيف هي كلمه زايده كلمه زايده تقييم شنو؟ باهي زروق خلينا نقول لك حاجه، نحب نبدا بحاجه قبل ما نحكي على المقابله. اليوم احنا سيرتينمو قاعدين نحلوا في الامور واحنا اوبجيكتيف ديجا نحلوا شنو شفنا وشنو قاعدين. علاش احنا نحكي على روحي على الاقل ونساوي الكلام ينطبق على سمير. الحمد لله معنا لعبنا كره في نيفو محترم، السيفين تاعنا محترم، لعبنا كرة وكاريرنا ورانا كلاعبين، الكرة قرينا تحصلنا على شهيد الحمد لله من أعلى شهيد. معناها كي نحلوا هوني نعرف شو نقولوا، هذه قراية حاجة لعبناها وقريناها فوالا نتعدى
للمقابلة. اليوم نتيجة أكثر منطقية سمير الحقيقة لمنتخب فيه لاعبين لا روح لا تركيز وبدنيا تعبين، لا فكر ولا كرة ولا شخصية أصلا لا تكتيك الحقيقة معناه اللي نشوفه فيه. فما حاجة بركة توجع، شوف كي تشوف منتخب بلادك من تراجع لتراجع توجعك، وفما وجيعة فما وجيعة اليوم سرتين فما وجيعة. اليوم في دقيقة 92 سمير نتفرجوا في المقابلة ونشوف المدرب والناس كل الموجودين يتحسروا على فرصة، هي ربع فرصة مش طرف فرصة، تعرفش معناها تتحسر وقتها في دقيقة 92 معناها هون ديري عكست وعكس ولعبنا مليح وغفرتنا الادفرسير مي الله غالب ما تعديناش. هذه حاجة تضحك راه الحيل الذي لا تنطلي على علينا على الاقل. اليوم لي شوا سمير ندخلوا في توسكي تكنيك وتكتيك، لي شوا قلت لك قبل المقابله التشكيله فيها وعليها وفيها ما تحكيوا بعد المقابله هكا ولا زروق، وقلت لي باش يجاوبني حتى في الربح، قلت لك نجاوبك حتى في الربح. وي. اليوم سمير جبت على الجزيري، الجزيري كان اورليست كيف تبيع باه، وعيط لجويني اسكو هوني انت كمدرب اسكو انت كونفانكو بجويني داخل في اهتماماتك وبيا ريان كو خاطر جويني إليكسيل في ستات تونيزيان كهو عيط له وقت اللي سوا ديزان تقول الجزيري ان جوار رومبلاسون ديرنييرمون في الزمالك. اليوم هوني فما كيسيون تاع قناعات وما شفناش قناعه، ما فماش قناعات وقت اللي كيما قلت انت سمير تعيط الجزيري تخلطوا خلوت ويلعب تيتولير لا ما عادش فما قناعات. اليوم نعطيك اكزامبل بيكورو لاعب النادي الافريقي، في النادي الافريقي مش قاعد يشارك كلاعب اساسي لكن مدرب نتاع منتخب غينيا يشارك فيه اساسي وعنده فيه ثقه، هوني القناعات وهوني ثقه. باش مش نحكيو اليوم عندنا 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 الحقيقه المدرب لو كي نحكيو كوره المدرب عنده عامين مع الكيب ناسيونال يعرف كل كبيره وصغيره لوجيكمون، وكي نحكيو نحكيو كوره خاطر سمير كل ما نحكي كوره برا شوف تو وابل العباد السب يعني. واحد ملقحي ما قلقنا حتى شيء، راهو نحكيو كوره شنو شفنا اليوم، كان شفنا حاجه باهيه نقولوا حاجه باهيه، حاجه خايبه حاجه خايبه. اليوم 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 خليني نرجع حاجه راهي فما حاجه تعديت نحكيو فيها مي ما ما ما, ما تمعناش فيها. بالنسبه لي انا علي معلول راهو انديسبونسابل في الكيب ناسيونال، وترجع الحكايه نتاع شبيه في الليالي هكا شبيه في الليالي هكا يا خويا التوظيف يا خويا، فما حسن توظيف وفما سوء توظيف. اليوم لقينا احنا نحكيو على الكومبليمونتاريتي، لقينا دي جوار كومبليمونتير لا اغوش لا ادروات سمير. اليوم الناس كل تشوف عندك علي لعاب علي معلول قدام يوسف مساكني لي دو جوار كلي نتاع ليكيب ناسيونال، علاش مش قاعدين يلعبوا مع بعضهم؟ خاطر ما لقيناش لو جوار اللي يكون كومبليمونتير معاه في ميلو تيرا ولا لي دو جوار كو سوا لاتاكون او بيان رولور اغوش اللي يكون بحذاه ادروات كيف كيف. الور لا ادروات ما نعرفوا حتى حد شكون تيتيور شكون ليه، راه كل يوم نلعبوا بتشكيله كل يوم نلعبوا باسم، تنجم تسمي لي مثلا تريو ادروات تيتيور ديما علي في سمير في الكيب ناسيونال تو اغوش عندنا علي معلول علي العابدي يوسف اي بلوز مو عاشوري ادروات راهو نحكيو على حمزه مثلوثي يام فاليري كيشريد دراغر رفيعه سليتي ادروات راهو عيط كان الكشريده فقط راهو صحيح ارير دروا واحد واحد كهو علاش هو لعب الماتش الاول والثاني والثالث ومضروبه ومضروب كمل يلعب ودو ماتش الروندمون نتاعو من المفروض من الماتش الاول الروندمون هذاك يخرج لعبوا الماتش الثاني مردود ضعيف يخرج على هز فاليري من. ها علي هزمه لفاليري فاليري مدافع حدو للسنتر. انت حاجتك اليوم خاطر انا نفهم جلال الشوي يخمم اليوم كان جاي عنده ارير دروا واحد اخر يلعبوا تيتولير ما عندوش عنده فاليري ماهوش هجومي فاليري مش يقول لك الدفاع دونك كان مضطر انه يلعب كشيدا اخطا اخطا في الكاستينج واخطا في كل شيء اكزاكتومون تيميرا هذا هو الكلام بالضبط. انت توا كي تتكلم بالضبط. على منتخب عنده الماتش الاخير نتاع كاليفيكاسيون باش تسجل الاهداف، قلنا هدف وحيد باش تسجل الاهداف يلزمك تهاجم. نتكلموا على منتخب ما نجمش يصنع لاعب وتخلت انا في نقاشات كبيره في البلاتوات في الشيء هذايا لاني نتبع ونشوف المنتخب ما عندكش كي بيرسونال تصنع اللاعب يا سيدي. اليوم هاو جنوب افريقيا راهو جنوب افريقيا ما لعبوش بذكيه راهو كان جنوب افريقيا هاجمتنا تغفصنا
وي سيتي كي حبوا سير دو لا ترا سيكونس كي حبوا يهاجموا شوفوا اش عملوا فينا غفصونا شوف اش عملوا فينا كي بيرسيتا وبرك واحد وحده ياخذ كره مو جنوب افريقي بيرسيتا كي ياخذ كره يعمل اللي يحب ويدور ويمشي ويمشي للتوش اليمين ويمشي للتوش اليسار ويبدا يعمل في ديرولات ويدخل بيناتهم ونحنا نتفرجوا فيه هك الرزن نتاع الماتش الاول تنحف الماتش الثاني ولا تنحف الماتش الثالث هاك الناس كل بيت هاك تغزر لبعضها بيت حتى واحد مش فاهم حتى شيء بنك الاحتياط وجوهم صفر وجوه يومئذ الجلال القادر يندب في وجهه تقول شهوش كيما قال واجي غفصنا لافريك دو سود وجات هاك الفرصه الاخرانيه ذيك يا اخي سبحان الله معناتها الكره مشات معانا وكيز سامحني باللي تو ماتش ماتش مالي تسلموا على بعضنا هذا هو تسلموا على بعضنا هذيك فضيحه التصوير هذيك تسلموا على بعضنا كيف فضيحه التصوير هذيك وكيف ندزوا في صدوراتنا ونولوا هكا هكا يبوسوا في بعضهم ماتش مالي ماتش نول الطرف الثاني كل يهنيوا في جلال القادري راهو تشوف العجب في ليكيب بيرسونال نتاعنا راهو تشوف العجب في دونك معناها ما تستغربش من الشيء اللي صار وجنوب افريقيا اليوم راهي ما لعبتش مليح اخي ماتشاتها اليوم راه لعبتها علاش على خاطر شد الدفاع عمرها ما تشد الدفاع كان هاجمونا بالله العظيم يربحوا لك انت كفريق شد لك الدفاع وقال لك يا خويا خذ البوسيسيون وشيخ روحك خذ الكره اعمل بها ايش تحب شعملت بها اعطيني تسديده واحده على المرمى خطيره اعطيني فرصه خطيره ابار نتاع جويني في 92 دقيقه لعب اعطيني كومبينيزون واضحه زيرو اوكازيون زيرو زيرو اوكازيون زيرو فريق ماهوش موجود احنا بالملاعبيه هذوما ما فماش ملاعبيه اخرى بالملاعبيه هذوما عملنا كوميم بريستاسيون باهيه في الكوب دي موند بالملاعبيه هذوما الفرق شنو الفرق انه على المستوى التحضير والجرب البدني ما كانش موجود وفما رولاشمون وفما تراجع في المستوى وشيء ذا يقول لي مش شهر اكتوبر يا ولدي صخيري راه ماهوش صخيري والعيدوني ماهوش العيدوني وبقيت الملاعبيه الروندمون تاعهم طاح ولمحلها توا جلال لمحلها قال طون جو في الفرق نتاعها عيط الملاعبيه اخرين شنو دورك انت كمدرب اش قاعد تعمل اش قاعد تعمل وكيما قال زروق تكلم قبل الكوب دافريك وقال قاعدين نخدموا في خدمه تحضير بدني تحضير كذا والهدف نتاعنا الدومي فينال لا سمحني قراضي تمام الرضا وصلنا خير من لي زوبجيكتيف اللي رسمناه اذا كان خدمتنا وصلتنا النيفو هذا هو احسن حاجه وخير من لي زوبجيكتيف نتاعنا فيا صديقي قولونا شنو الاهداف من اللي عملتوها في البريباراسيون باش باش وصلتوا لها وباش لقيتوا وصلتوا للمخير منها باش عطاتنا هال رندمون الهزيل والمهتز والليكيب ناسيونال لونتيباتيك هذا قلناها في الماتش الاول وجاب ربي ما فماش لقطه نتاع فار ولا راهو زعادوا شكاو بالاربيتر راهو اليوم جاب ربي كيما جنوب كيما ماتش نتاع المالي يزي تولي مكش وطني وما تحبش تولي مكش وطني وبيك وعليك وكذا وتكلمنا مع الاطار الفني وحاسبناهم وحاسبناهم يا ودي ما عندكش باش تحاسب الاطار الفني انت عندك المدرب الاول تكلمت وياه ممنوع عليك تكلم بريباتور فيزيك ولا تكلم ترونر دي جارديان عندك الفيزافي نتاعك كجامعه فيزافي نتاعك المدرب الاول والمدرب الاول هو يختار الستاف نتاعو الكل انا نعرف جلال القادري ما اختار حتى مساعد نتاعو ما اختارش والله حتى اللي كان قبل جلال القادري كي حطوا جلال القادري مساعد هما بيدو مش هو مختارينه بطبيعه الحال يا اخي جلال ما اختارولوش جلال القادري مساعد دي بطبيعه الحال هو جلال القادري جابوه مساعد وفرضوه على الكبير فرضوه على الكبير وملي دخل جلال واضح انه يحبوا ينحيوا لك ستاف لاخر المنظر وغيره باش يدخل جلال وجلال كيف دخل ليكيب بيرسونال جابوا له ستاف وحضروه له ستاف انت توقع تحكي في المحرمات سمير سمير ما هذا هو قاعد تحكي في الحاجات اللي تابو اللي مزمكش تحكي فيهم قاعد تمس في الوطنيه وتو باش يخرجوا لك الجوقه نتاع القفافه اللي يبداو يسبوا فيك في الفيسبوك يجبدوا لك حكايه الوراق نتاع 2005 هذاك شنو اللي باش يصير واحد اثنين انا سلمت لهم فيها بعد سلمت لهم فيها الكره والتيرا وكل سلمتوا فيها بعد كان ينجموا في البلاتو ينحيوني ينحيوني ما فما حتى مشكل بعد ماتش ليه هما في قطعان الارزاق قطعان الارزاق يقطعوا الارزاق ينجموا لا ينجموا حتى في البلاتو ياثروا راه ويبعثوا في ناسهم اي بيان سور يبعثوا في ناس البلاتو للطبيب ليه ويحطوا الانيماتور هذا وما تحطش الانيماتور هذا حكا ولا ومن بعد الماتش كي نقولوا راهو تعملوا فيه شعبويه وباش تلبسوها لجلال القادري تلك حدود الله فاقد شيء لا يعطيه والشعب الثانية بعد ماتش مالي واحتجاج وبلاغ
وكالبلاغ وكالبلاغ نتاع الفيدراسيون والاحتجاج لدى الكاف وحقوق تونس، وكي تتكلم تولي ماكش مع ليكيب ناسيونال ومخرج المباراه ومؤامره معناتها صبيانيات نتاع مسؤولي انديه اصبحت في المنتخب الوطني التونسي، وردبيك تتكلم في المحرمات على خاطر تولي يقطع لك رزقك وما تتحطش هاوني وما تتحطش غاديك تيش. اسمعني شو في حاله يا تو يجي وقت واللي صاير هذا كله تو نكتبوه راهو في كتاب فهمت و وكاهو معناتها وي واجب وعزي. خليني نرجع لك لل قوليش لي التكتيك قبل ما نزيدش تحكي تكتيك وتكتيك هاي سمير اقسم بالله شكون لي تكتيك والله الهم يضحك والله تي والله 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 تي والله يا سعاد سمير خلينا نقول لك واجدي انا سليم باش يخرج يقول لنا الاربيتر ابو عياض كي مره اخرى والله العظيم برشا فوضى راهو راهو خلينا نقول لك حاجه راهو انت مطالب بالنتيجه كمدرب وكمنتخب في دقيقه 70 صارت ثلاثة تغييرات تروا شونجمون لوجيكمون ستاف تكنيك والانترونور قام بالتغييرات معناها فما ان بلون داكسيون فما ان بلون جو معين باش كل لاعب يدخل في الريجستر باش يكون افيكاس في الريجستر هذاك هذاك اش معناها التغيير ناجح مير شنو يا سمير راهو من دقيقة 70 يوسف وسليتي والطيف كل واحد يلعب كيوني وين يحب على اليمين مره يوسف مره الطيف مره الاخر على اليسار فما دي سيكونس دو جو سمير تعرف شكون نلقى على اليسار بحذا علي العابدي يوسف والطيف وسليتي ايوا على اليمين كشريدة وحده وحده نطيش وحده كريمون فوضى معناها والله عندك العقد مش ترجع للتكتيك والله والله معناها ما زيد 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 في زيد يا اخي اليوم اليوم اليوم, اليوم نعطيك نقول لك حاجه اخويا يا اخي المدرب هو يعمل تكتيك المدرب ربي يخلص وحله في السجن معناه شوف 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 اليوم خويا كاستينغ غلط شبيكم تضحكوا لحظه سامحني غلط ماكش غلط لا لا بالحق فسروا لي غلط ماكش غلط ماكش غلط الخيارات اللي كانت صايره كانت تصير لو كان جاي السيد رئيس الجامعه والمدرب واللي ياخذ القرارات الكل كان نجم يصير برشا حاجات كانت نجم تصير اذا كان ما كانش هو كان هو موجود حنا بعد المجبري كان ما يجيش وقت اللي كان كان جا هو موجود تي شنو يا اخي تحبوا توا نحكيو تكنيكو تكتيك ودرا شنو ودرا شنو ولا تحب نحكيو ماشي هذاك هو والجامعه تسير والمجامعه هي مؤسسه تسير وليست اشخاص ماهيش مؤسسه ماهيش اشخاص ال ديبوند دون سول بيرسون وكهو البيرسون هذيا اللي واقفه على اساسها الكره في تونس ماهيش موجوده اليوم ديسبونيبل لاسباب عند القضاء فصار ما صار وكوب دافريكي خبيلكش لا جوي صافيه وبالك شي الامور سافا في الفيدراسيون اي مالا شنو مالا شنو الليستا تاو العابدي ودرا شنو او نقول لك الليستا تاو الاربع سنين الاخرانين ما تتعدى الا ما بالموافقه نتاع المكتب الجامعي ما تتعداش تي وتطلع وتهبط للبيرو بالاربع خمسه مرات فسخ هذا نحي هذا زيد هذا حط هذا اربع سنين الاخرانين تي مو نتكلموا بالواقع ولا تكلموا بالواقع هذاك هو الاربع سنين الاخرانيين المدرب والمساعدين نتاعو ما يختاروش بعضهم هما اللي قرروا يحطوا المدرب ويحطوا المساعدين ويغيروا المساعدين وينحيوا كذا ومدربين نتاع الاصناف الشابه والمدربين نتاع لي سونتر الموجودين الجهويين كلهم هما يحكموا فيهم ويحطوا فيهم التحكيم هما اللي يحطوا فيهم كل شيء هما اللي يعملوا فيه خلى الوضع هنا فخلى الوضع اللي وصلناله توا وما خفي كان اعظم لاني انا يلزمني انتقي كلمتي انتقي كلمتي انا ما عادش انتقي حتى لا 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 وريتك قلت انت دعوه المظلومه يدي والله العظيم دعوه المظاليم لا لا انتقي كلمتي خاطر ومن بعد يدخلوك في متاهات اخرى فهمتني دونك انا ما نحبش لكن الظلم الظلم موجود بالاسماء موجودين وارجع انت للعشر سنوات الاخيره شوف الاسماء اللي دربوا المنتخبات لي جون ودربوا المساعدين بالاسم وتبع تعرف علاش ها هو العشر سنوات الاخيره شوف المدربين اللي خدموا وعاودوا رجعوا وعاودوا خدموا ومشاوا وكذا الكلهم موجودين القائمه وتونس الكل تعرف راهو والصحفيين الكل تعرف نسكت على خليهم القواده تونس بلاد صغيره راهي تونس بلاد صغيره والقواده برشا دونك ما يتسالش ونعرفوا بعضنا لكن انا اللي غاضني في هذا الكل توا حاليا انه المنتخب نتاعنا كي نتقابل مع المصاروه والمغاربه والجزائريه وغيرهم في الخليج وكذا يقول لي يا خويا انتم ما عندكمش ملاعبيه كبار برشا لكن عندكم الروح وعندكم الجرينتا وتلعبوا بقلب القلب يا اخي والروح هذيك ضيعناها ماهيش موجوده
في الكومبيتيسيون هذه مالوروزمون. باهي وجدي بو عزي، معناتها توا خرجنا من الكوب دافريك، هل بالحق معناتها اليوم نجموا نعملوا تقييم، وشكون لازموا يعملوا التقييم، وشكون الفيزافي نتاع شكون، وشنو حصيلة الكوب دافريك هذيا وحصيلة الكوب دو موند اللي قبلها، وشكون من المفروض يعملها الحصيلة هذيا، وكيفاش هل يقع الحديث فيها اون انترن في أرواق الجامعة التونسية لكرة القدم، ثم تتخذ دي ديسيزيون، والا تصير اون كونفيرونس دو بريس، والا تصير شنو لازم يصير توا في الـ في الـ في اللي جاي بعد ما صارت الكارثه وخرجنا من كوب دافريك من الدور الاول مانت. ولا عمره صار تقييم في كره القدم التونسيه، لا على مستوى النوادي ولا على مستوى المنتخبات الكل. اليوم كي تحكي على مرحله نتاع تقييم ولا مرحله تقييميه، شكون يقيم؟ لازم يكونوا ناس مؤهلين باش يقيموا على اسس علميه. احنا حتى اذا كانت تصير معناها تقييمات ولا تقييم، فما شكون يحاسبوه بشراسة وبقوة، وساعات يظلموه، جو دي بيان يظلموه ويتجناو عليه، ريان كو موش متاعهم موش متاعنا هذايا. وفما شكون التقييم يبدا حاضر حتى قبل التقييم، تقييم وردي، نتائج ما حتى ما تكونش نتائج وردية، لكن الضحكة موجودة والأسباب وردية وكل شيء، يزينوها يخلفوها يغلفوها. نرجع شوية أرقام وشوية ستاتيستيك، نرجع نرجع للكلام اللي قلتوك البارح زروق هوني في استوديو، قلت لك سو كي كونت سي لا كومبيتونس. خويا راك باش تقدم، احنا بلاد ما يحبوش الكومبيتون ويحاربوه، لو كومبيتون يحاربوه، يقول لك اعطيني متاعي ونقص، خير من كومبيتون وراجل جو دي بيان، يبعدوك ويظلموك، سواء كنت لاعب ولا مدرب ولا مسؤول. وفي المجالات الكل راهو في المجالات الكل عادي يسمع فينا تو، مثلا بنكيجي ولا واحد يخدم في مؤسسه يسمع في كلام واجب وعزي تلقى روحه ينطبق عليه. هيك علاش بلادنا في جميع المجالات من تراجع لتراجع، وهذاك علاش لي جون الكل قاعدين يخرجوا لبرا ويحبوا يخليوها لكم طويله وعريضه معناها. صحيح بيان سور، في المجالات الكل بيان سور، كي توصل بها القطعان الارزاق وتضارب المصالح، وهذا عنده تلفزه والاخر عنده درا شنو والاخر من هنا ومن غاديكا، يا اخي تضارب المصالح بعينه، تعرف شو مش يصير، يا تقول هكا يا ما فماش درا شنو، يا تقول هكا يا نلعبوا لك اللعبه، يا تقول هكا يا نحطوا نتاعنا، يا اخي تو انت نحطوا نتاعنا مدرب ما فماش، نحطوا نتاعنا كرونيكور، نحطوا نتاعنا منشط، نحطوا نتاعنا تي شنو برك، تي شنو نحطوا نتاعهم في البلاتو، يحطوا وينحيوا، يحطوا وينحيوا، والمدربين اللي يخدموا مع احترامي للبعض هما يحكموا شكون الجمعيه فلانيه، فلان وفلان وفلان هما يخدموش بيان سور، وفما اسامي محطوطين في البلاك ليست. ما لهذاك علاش كنقولوا دعوه القائمه المغضوبه عليها هربوا للخليج، هربوا للخليج ما يخدموش في تونس، خاطر يعرفوا انهم مش باش يخدموا في تونس. واضح هذا، وهي تجي تشوف راهو مغضوب عليهم علاش، خاطر ما سمعوش الكلام ولا قالوا شي حاجه، ما سمعوش الكلام على خاطر عندهم قناعات. اي ما سمعوش الكلام، ما سمعوش القناعات سبب في تونس، ينحيوك وما تخدمش وما عادش تخدم. والله العظيم يسكروا لك كل شيء كل شيء كل شيء، مالا شنو، لكن فما ربي سمير، مالا بيان سور فما ربي، بيان سور فما ربي، فما ربي، هذا كله الكل موجود. تقييم توا زيد، انا نرى انه شانتي الكرة القدم التونسية كاملة ابتداء من نوادي الليجان، كل 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 على بعضه، الكل على بعضه يسمع، ويزمنا سنوات يزم نخدمه لسنوات القدام، موش العام الجاي والعام اللي بعده. هاك تشوف الأندية بتاعنا كل عايشين في أزمات مالية، يعلم ربي بهم كيفاش يقاسيو، هاك تشوف في الفار عمناول كيفاش حطيناه وكيفاش كان نقطة سوداء، ما هو راس الهم هما الأندية، هاك تشوف في البلاي اوف والبلاي اوت باش نرضيو الناس الكل ونعملوا التريزة الباهية، نعملوا بلاي اوف بلاي اوت، هاك تشوف في الخنار بتاعنا كيفاش وين وصل الكرة بتاعنا، وين وصلت، وين ماشيين، صحيح الله أعلم. صحيح باهي والله، مش عارفين شنو قاعد شنو نجمو نعملو شنو نجمو ما نعملوش. هيتها نخرجوا فاصل صغير نعملوه ترتيحة بالغناء وراجعين بعد شوية. انتم تسمعوا في برمجة خاصة بلقاء تونس وافريقيا الجنوبية على اي اف ام احلى راديو. انتم تسمعوا في برمجة خاصة بلقاء تونس وافريقيا الجنوبية على اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا، مساء الخير، باش نمشي مباشرة الى ملعب كوروغو مع محمد هادي بخوش لتصريحات ما بعد المقابلة. هادي مساء الخير. مرحبا هادي. انا في اوسي دي بيل شوز افيك لي، مشينا الكوب دي موند نوبلي با في قطر. فوالا سي لا في خويا، ثم ان شاء الله ان شانجمون
et j'espère que le مستقبل باش يجي افضل ان شاء الله. حكيت على دوبل ديسيبسيون توا على خاطر ليكيب ناسيونال ما ترشحتش وانت زاد ما عاونتش برشا ليكيب. وي بيان سور كوم شتي دي دوبل ديسيبسيون خويا مي خير اون دو اكسبتي فما ان شاء الله une sagesse d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il y avait un bien pour moi, mais surtout on parle du groupe, de l'équipe. Voilà, c'est, on a ce qu'on mérite dans la vie, Khoya. Il y a des moments où on est passé de juste, aujourd'hui ça n'a pas passé. Et surtout, il faut qu'on apprenne pour le futur de la Tunisie, Khoya. Tu vois, Barsha Hajet, mais surtout, je pense qu'on doit vraiment progresser, c'est le côté offensif. La Namibia, voilà, où on n'était pas dedans, et ce premier match, je pense, personne la qualification, c'est l'Awal Mubara, votre Namibia. Au bad, quand tu dois proposer beaucoup de jeux offensifs, tout ça, il nous manque encore ce truc. Donc, Inch'Allah, j'espère que le prochain coach ou le prochain staff, je vais rester à la Abel Achia, Inch'Allah. Zéro occasion. Hein? Zéro occasion. 10 occasions, il y a des pas beaucoup, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, oui. Il y a pas. Pourtant, je pense qu'il y avait la place sur ton première mi-temps. À titre Afrique du Sud, Matrelch, Moubara. Et à la fin, on a réussi à ramener une, deux, trois occasions vers la fin, mais c'était pas suffisant, Foya. Voilà, on a ce qu'on mérite Roya dans la vie. Avec Naïm Sliki, Nasmo Issa El Aidoun, Nasmo Issa El Aidoun, Ayman, Issa El Aidoun. Direct, s'il te plaît, Issa, Mazel Mana Issa El Aidoun, Nasmo. N'haoulou. Voilà, Issa, vous êtes en direct. Issa, une déception aujourd'hui. Oui, c'est une grande. Je sais pas. C'est une grande déception. C'est une déception. Voilà, on est déçu. Maintenant, c'est le football. Le football, il est fait de haut, il est fait de bas. Aujourd'hui, c'est un bas. On en est conscient. Je suis déçu pour mes frères, pour l'équipe, pour le peuple tunisien, pour le peuple, pour vous, pour nous, pour tout le monde. On est déçu. Maintenant, c'est comme ça. C'est un bas. On est dans une situation difficile, mais il faut continuer à travailler. Quand on peut rêver, Issa, quand on peut rêver prendre les coupes d'Afrique? Bah écoutez, c'est une question difficile à répondre. Il s'agit du futur. Il s'agit du futur. Le futur, je le connais pas. Maintenant, on travaille pour ça. C'est difficile, c'est un moment difficile maintenant. Il faut continuer à travailler, c'est la seule chose que j'ai à dire. Grande déception. Déjà, après le match du Guinée, il y a eu un discours, je vous ai vu dans la conférence de presse. Vous êtes très confiant par rapport au match du Mali. Après, on ne s'attendait même pas à ce gifle face à l'Afrique du Sud. Est-ce que vous êtes. Bien sûr, c'est un match nul. Et une déception pour nous. On quitte la CAN de la première phase. Ça fait. Depuis 2013, ça n'est jamais arrivé. Donc. C'est une gifle pour nous, en tant que supporters, avant d'être journaliste. La question, est-ce que vous vous êtes parlé entre vous après ça? Écoutez, ce qui s'est passé entre nous, ça reste entre nous. Comme je dis, on doit être soudés, on doit être un groupe fort et on ne doit pas se distraire, se disperser. On est déçus, on est les premiers déçus, c'est nous qui sommes sur le terrain. Maintenant, voilà, la seule chose que j'ai à dire, c'est que on va continuer à travailler pour revenir plus fort. Mais bon, c'est difficile, mais c'est le football. Il y a des hauts, il y a des bas. On est dans un bas, je répète, on va continuer à faire. Merci. بك ان عيسى العيدوني ايمن تقريبا عين ثلاثه وعيسى العيدوني هما اللي وقفوا والباقي الفريق خرج للبيوت نحاولوا ناخذوا مسؤول من المسؤولين تقعدوا معنا عين اي ماذا بينا هادي يعطيك الصحه نحب نشكرك في المباشره انت معنا توا في البوان في الزون ميكس نتاع الملعب المقابله خاصه اذا كان ثم واحد من المسؤولين خاطر سمعنا المسؤولين بعد مباراه نحاولوا مالي والتحكيم والفار وكذا ثم سمعنا المسؤولين لوندومان ماتش ناميبيا لبسوا الهزيمه للاطار الفني ماذا بينا زاد في الماتش هذايا يبداو موجودين ويفسروا لنا معناتها شنو اللي مشى وشنو ان شاء الله اول ما يخرجوا المسؤولين نحاولوا ناخذوا معنا. تحب نقعدوا معاك هادي والا نرجعوا لك؟ لحد الان ما في قدامي حتى واحد تقريبا من اللاعبين الكل خرجوا. نحاولوا المسؤولين مازال ما خرج حتى واحد قدامنا في الحقيقه. في الزون ميكس نحاولوا
نحاولوا نلقاو واحد من المسؤولين. باهي هادي نحن تو خاطر وصلنا لنهايه البلاتو سبيسيال. كان تنجم تعمل لي فيديو وتهبطهم دونك دون سوكا في الـ في الـ في الصفحه الرسميه نتاعنا في اي اف ام واي اف ام سبور، تلقاو كل التصريحات والفيديوهات على الباج نتاعنا صوتا وصوره. يعطيك صحه محمد هادي بخوش، شكرا، كنت معنا مباشره من ملعب مدينه كوروغو دونك الخايبه. المنتخب التونسي يغادر من الدور الاول كاس افريقيا زوز تعادلات وهزيمه مع مردود ضعيف وتعيس وضعيف لعناصرنا الوطنيه فرديا جماعيا وكذلك على مستوى الجانب الفني والاطار الفني. نذكر مره اخرى انه سجل القدري قبل شويه في الندوه الصحفيه كان اعلن انه نهايه العقد نتاعه مع نهايه الكان الحاليه. دونك نجموا نستنجوا انه المغامره لن تتواصل بين جلال القدري والجامعه التونسيه لكره القدم في انتظار انه يجي وفد المنتخب الى تونس ويقال الاعلان هذايا بشكل رسمي او بالفورمول كيفاش باش تصير. نعرفوا انه المنتخب التونسي وجلال القدري عندهم عقد اهداف والهدف المعلن هو نصف نهائي كاس افريقيا، وبالتالي الهدف هذايا لم يحقق، وبالتالي كما اعلن جلال القدري نهايه العقد نتاعو ونهايه تجربته مع المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله جاي خير وان شاء الله ما يكونش مجرد كلام تاع هزين مورال ومتاع دبلوماسيه وكلام تاع بلاتوات. ان شاء الله جاي خير لسنا فينا خير، ولو انه شخصيا استبعد انه جاي خير لانه نفس الاسباب تؤدي الى نفس النتائج. تصبح على خير. انتم تسمعوا في برمجه خاصه بلقاء تونس وافريقيا الجنوبيه على اي اف ام احلى راديو.